بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نشارك في هذا المعرض، معرض سيتي سكيب. طبعا المعرض متميز جدا، ومشاركتنا كشركة أرادة في هذا المعرض إبراز المنتج الجديد الموجود عندنا في هذه الشركة. طبعا احنا بدأنا بالعديد من المشاريع، يمكن أول مشروع بدأنا فيه هو مساكن نسمة، وكان هذا المشروع الأول الذي نحاول أن نثبت من خلاله أن شركة أرادة شركة تركز على المواصفات المطلوبة، على المستويات العالية من المواصفات. الحمد لله هذا المشروع تقريبا تم الانتهاء منه، يسلم في نهاية السنة، تقريبا مبيوع بالكامل. ولذلك نحن في هذا المحفل نطلق شيء آخر، وهو يعني الجزء الوسطي أو الردهة الوسطية لمشروع الجادة. مشروع الجادة طبعا يعتبر أكبر مشروع في إمارة الشارقة، مشروع متميز ذات مواصفات عالية كذلك. نحن نطلق اليوم الردهة المركزية التي تم تصميمها من خلال شركة زها حديد، وهذا المشروع سيضم العديد من الفعاليات التي تخص العائلة، التي تخص يعني الرياضة في إمارة الشارقة. ستجمع كل ساكني منطقة الجادة في مكان واحد، ومن خلالها إن شاء الله يتم إطلاق المشروع. نحن نحرص أن يعني الجادة تخرج من البداية بالمشاريع المتميزة، بحيث أن نحن لم نركز فقط على بناء البنايات والمساكن والأخرى، ولكن أيضا حتى الأماكن التي تجذب يعني السواح وساكني هذه المنطقة. فإن شاء الله بدأنا على أرض الواقع، نحن في منطقة الجادة بدأنا بالمشاريع، وإن شاء الله ننجزها في وقت قياسي، بحيث أن تخرج المباني مع الفعاليات المصاحبة لها من تسوق أو رياضة أو مكان تجمع للعائلات. بالنسبة لتلال طبعا نحن أطلقنا تلال قبل عدة سنوات، ولله الحمد تقريبا 80% من الأراضي في تلال كلها تم بيعها. نحن في طور التطوير في تلال، نركز الآن على ما هو أهم مثل تلال مول، مركز التسوق الجديد في تلال الذي إن شاء الله خلال هذه الفترة سيبدأ العمل عليه. طبعا تلال مشروع يعتمد على بيع الأراضي، ولكن نحن كنا مطورين لهذه الأراضي، نحرص أن تكون الخدمات كلها متوفرة، بحيث أن أي مشتري لهذه الأراضي يبني ويحصل على بناية جاهزة، سواء من كهرباء، من بنية تحتية، من خدمات، من اتصالات، كل هذه الأشياء تكون جاهزة وقت تسليم البناية إن شاء الله.